زيبي تصدرين في داخل أروقة مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. عاش مقتدى الصدر، عاش رجل الإصلاح، عاش مقتدى الصدر، عاش رجل الإصلاح. الخاصة بمجلس النواب الآن يتجول فيها صدريون بحرية تامة. من هناك يبرز المقر الصحفي الذي عادة ما تصدر عنه التصريحات الصحفية للسادة النواب. الآن المقر الرئيسي للصحفيين يتحرك المتظاهرون به بحرية تامة. المشاهد أنه لا يوجد أي تخريب لأروقة مجلس النواب، إنما فقط رسائل، فقط أهازيج، فقط احتفالات، فقط أحاديث عن انتصار واضح يتحدثون به هنا في داخل المجلس. يتحدثون بأنهم قد انتصروا من خلال اقتحام المجلس وإيصال الرسائل التي كانوا ينوون الوصول لها. إذن المتظاهرون من مختلف الشعب العراقي يواصلون التظاهر هنا. التظاهرات مستمرة منذ ساعات، بدأت من ساحة التحرير وصولا إلى بوابات المنطقة الخضراء، ومن ثم إلى هنا إلى داخل مجلس النواب. إذن هذه صور مباشرة للمتظاهرين وهم يتجولون في داخل المجلس في المكان المخصص للصحفيين وللتصريحات الصحفية في القاعات الدستورية وأيضا في أروقة المجلس المختلفة. يبدو أن بوابات المجلس لا زالت مفتوحة للمتظاهرين حيث يواصلون تدفقهم إلى هنا دون توقف. Okay.